شاء المولى إن شاء الله تعالى وحنكب الله بإن الدرسك آية بقل صدن إيا الشن إلى آية بقل أفرتن يتضم من سورة النساء وحا درسك دمب وحا سورة حقلي وكساب سنة منافقين تقيب كملة سأقولوها القبسنة بني أبيرق لمنك اللي لهذا توقت النقضي ومركي إن جعلت اللجوية اللجوء حكومي عرري وتجبو النقضي مكها دنا تجي وجوري إنه حاضر دمعي دنا سفر شام الرعاة سفر كي بعدها تكون دلي منافقين تاسع شرتي مركا منافقين تاو حال حريرة إن لجوم الخاتك عياه وأنا لجوم الخاتك عي مركي الدمعي مركا الله سبحانه وتعالى آيات قدام بيسوى هاي الدرس جه قف كي دونية عمل كيس الصالحة الدنيا كفربة الله سبحانه وتعالى آخر يدوم بدأي سقال وهن قابين يهي قف كاسي وهن يريهي محا عمل كيسة صالحة الدنيا كليا وغربة آخر بوهي لكرائن وكدونيه مركا الله وحليه يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين كوي آمنوا فميييو وحال إلى الموصول مع سلة في قوة المستقبل لنا مركا وحال إعرابي يا أيها المؤمنون بيتردغن تاني موصول كإيا السلة ديسو اسم فاعله كلوي يا أيها الذين آمنوا يا أيها المؤمنون وين مؤمنين تيين كونوا هذا قوامين كوا أتاغن وأقوم في القسط عادل لما شقدين عادل لما آهاتو شهداء حالة مرخاتيالتي لله ألا درت مرخات فريسان ولو على أنفسكم ولو كانت الشهادة مرخاتكم بها آهاتو على أنفسكم نفتي ندو الشهادة ويدك واحد سكوك قرتين حق بني آدم سكوك قرتين أدقبتان أو الوالدين أما أبيه يبدو شوضها هذا واحد حقوق ريسان إيه ولا قرابين قرابنا إيه يكون هدوية هاي كاد أم مرخاتك عيسان أما تكون مرخاتك عيسان غنيا نين هذانا أو فقيرا أما مدعيرا هدوية هاي فالله ألا أولا كهبون بهما بمسلحتهما مسلحة دا الله باكهبون معنى هو حلوك سيدا ذاتك مؤمنين تاهو مرخاتك ألا درت أفر ولو إذن كبار اسكو قرتان مركو قفكم مرخاتك اسكو قرأي وإنو قرته حقوق دعو قبو أبيه هو إيه قرابة بها أهلا أبها هو قطرين مثل حديث حق قبا إنا تقع بيسا ويا أبها قرابة هذا مثل حدود وحا إنا الحق قبا قع بيسا إنا تقع بيسا ماها حتى هدو قفك غنيها مفقيري هدو غنيها هودو القادن إنو غني نمجيس كفر انه هادين وحبو اسكب حين كراي كفر الا ولا هادين دون حق قبل دين عكلن هادين واغني وواد وخير دغو دغو وخا كسيي حكومه مرخاتك ان هادين لبد دين منها يين وغني نمد هو تخغلينو مر هادين واغني او اسكب حين كراي كوقد هدون قبل حقا دين عكلن هادين واني غني دغو بو خوغي كسيين او يري هادين فقير كن سيدو كلي اوغ تور هادين اسكم بخين كاري اوغ تور هادين مصلحه وين الحق كو عديسو الله بمسل حديثه لنعكله كل حن فقير كهذه كان وحبه كل كسين مهاي وحوي إسكاج مرخاتك هذه لبده دين عمين هاييني الله بمسل حدود يقان الله مسل حدود يقان يقول كله يهاي حق قبانه هو قرينه إيشي هو مرك مرخاتك كاتكو مرخات فوري يكاد أم مرخات فوري لبده ضع سعاد اللي ما أسمعه بس هذا كلام إيش كنت وحوي قرابة ما الله يسمى غلي مركا أي كم مرخاتك عيادة لبمن قرابة دي والد كمركا اللي هذا حق بو غبا توما ماشا مثال ومرخاتك عكا ورن هذا ديال ومرخاتك عدو صحابة الإسلام في وقت جي هوري صحابة دي تابعين تي وقت جي هوري إدتك ودا عاليلين تأها ولا أقبل سير المرخاتك عدو إنو روح والدك أما قرابة دي سا ومرخاتك عقو وحقي وحي وكوغي هاي وكشيغ ولا أقبل سيني حكامتي دنبا دولته دنبا إسلام فحكامتي يا دكتي تهم يستي مركب بريق الدب وها عادي نقطي إن قفنا قرابة دي سأمر خاتك عكني تاسو معنى هذا وياها قف كستة ونفع وجوشر الروحة وأمر خاتك عيا نفع وجوشر مايا حتى نك قوس كعيدا كويه اللي شو جا وأمر خاتك عرا وبريق الدب وهذا ردتك عادل كها وحويت أن تهم مشرين مركب تهم هير هذا وحي نجا وقتك وحي لا قال تهم هير مخاتك الله داري مخاتك محل الله داري إن ما يشخيان كتب تنارين تن مرخاتك لنارين بابا لغو قرم نارين تن لنارين مرخاتك نار ممضنين مرخاتك هدو قف مسلمي يهي وحوق يهي وانو شيئا لكن هدين لنارين
تينو بين شيخ باب اللي توهم يسين يهب مرخاتي بسوى قبس المالي هذي لداريون. يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاهم كونوا هذا قوامينك وأقومة التاقوي معنا بالقسط عادل نمو وانعدنا إيحانين شهداء كمر خاتك عه أما أمر خاتك على الله ألدت وعداد وحكب وحين وضحك كمر خاتك ألدت وأمر خاتك عدم دون الله نصاري عداد أمر خاتك عنا وحون لهين ها أمر خاتك عين ولو على أنفسكم نفتي نباهات ولو على أنفسكم تمعن هذا أمر خاتك عمه وكمر خاتك عمر كات كفر يسوي ولو على أنفسكم نفتي نهات وحي حق هاد قبطو حق رننا قيرو حق سان قباده إلا قابل السابحة سورة قاله أو الوالدين أبي هو يبا أهل أبي هو يا كاقده حق أوقبكم الخاتكة يو الأغربين قرابتها بحي المسل حدا سيدا كترت إنه حق بني آدم كوكا ريسو مسل حدا كترت إن يكون هدوية هاي كاكم الخاتكة أما أم الخاتكة غنيا هذا هدوية هاي أو فقيرا وحما هيسته هدوية هاي فالله ألي يا أولا كهبون بهما بمسلحتهما إيجا مسلحة ذو الله كهبون أوق مركا قفك غنيا غني نمديسا ها أقو مرخاتك عدو حق ونغبين ها صاري واسكا بحين كراها لهم فقيركا اسكا ما بحين كرائه دفاعه وحبا مغبو ها لهم لين عكالين ها كبو حنين وغنيا أدقو كدونا يرهجو كو مرخاتكا ها لهم وان الله وحوليه فلا تتبع الهواء حوذه إنها الراعينة شعيلك إنها الراعينة أن تعدلوا لألا تعدلوا سائدا أقول لي حنين حقا أقول لي حنين أن تعدلوا لألا تعدلوا أما مخافة أن تعدلوا إن اللي حطان أو حقا كاللي حطان كعبسدين هودي نهو راعي قفكم ملكو هودي سراعو حقي وكاللي حنين يقول ستوسو أقول لي حنين هود واش عايش أن دليل لهن هدي وحقا أتي علاته ولا ربا الراع لكن أدوك السيدات خربتو أدي بنتا أدو كتلتو هليلي هدي كل حقي وكاللي حتيولي فلا تتبعوها الراعين الهواء شعيلتها الراعين ساك ربطان مخافة أن تعدلوا إن الله حتان وضحق كل الله حتان كبقدة درتين أما اللي ألا تعدلوا سائدا أقول الله حن إنه إذا حقق أقول الله حن وإن تلووا هذا اللي حسان وضعرك مرخاتيك كل اللي حسان ووحان شرين ما يسكش يكتان أو تعردوا أتكبت جيتتان ومرخاتيك اللفتي سيبا إذا انفرن فإن الله ألا كان وحوه هذا الخبير كيف حقه قالوا أبي ما تعملون هذا عن فليسان مرخاتيك هداد عربك وكل حسود قلوا عسو ووحونا هين أدفرته أما أد كدي سبع أدقوا حقي أقو إن الروحة سحقي قبو أدفرها كقادو أدقوا الروحة أطري أما أقبع أيا أما أحير نغاني أد كجي تتو هدي هذا محبك أقوين أوتل هذا من مرخاتي فورك رواسح لأن نبي قلحوا للسيدة ضيحة أكل واحد أكتها يكون مرخاتي فورك لمر ببين إلو مرخاتي فورك مرخات داد عربك مرخاتيك كل حسان أما مرخاتيك قبل يسيب إلمك وقعد فراها كالقادان الله بعيدك على حساب تميوي معني مرخاتيك وإنات شيء تويها أدوك أدوكتها مرك مرخاتيك وحا واجبة حقك لقاء أدوكتها يدوى واجبة نات شيكتو لكن حقك لا مرك إلا قيلا لقو قبسدو إلا كالي مرك أسقماتي سفي عن أفر وي حقي وإن تلوو هداد لي حسان مرخاتيك وعربك كل حسان وتحريف حسان ووحونا أهين أد شيكتان أو تعردوا أد كبجيتتان وتفرها بكالقادان إذنكو أق فإن الله ألا كان وحوء هذا خبيرا كي أق بما تعملون وعهد عمل فلسان وإذا كابا المرمى كدق انتهي يا أيها الذين آمنوا تدكى مؤمنين تأهو آمنوا فمايا كو أد كيستي كدق انتهي مؤمن كي وفمي تحصيل الحاصل معه تحصيل الحاصل وحي عربتو إلهنين وحشرة أولو أمري وحلها يبا أول سمين لقل مركا معنه وحوية مؤمنين تي خميه معناه وحوي قائد كيس الإيمان كه بالله الله الرمية والرسول الرسول كيس الرمية والكتاب كتاب كان الرمية قرآن كه الذي كتاب كي نزل ألا أودجيه على الرسول الرسول كيس محمد أكد الدجيه والكتاب كتبت أرنا الرمية والكتاب دن دمبة وجنسي تاهر الكتاب وعهد أش عهدية ليلا وهل كتاب تاهر تنضب أشي جنسية ليلة جنسي أي كتاب ونن رمية الذي كتابك أنزله ألا دجي من قبل هر الدجي معناها كتابك القرآن الكريم كأه هي النبي اللقسو الدجي رمية كتبتي هرية أنبياد ودين رمية بركة كتبته هر الرمين تادو جملة أهم بالله الرمين واحد بدن لأنه قمشي كتبتي هر مقعيه هذا
صحف إبراهيم يا صحف موسى يا توراة يا إنجيل زبور يا الله إنوغا شيغي أنبيادنا القرآن الكريم كإلا شن يا الله باتن بأمك عود الله إنوغا شيغي بقول كن بقول يا فري الله باتن كن بأنبيادنا لغوت الماما صدح بقول يا دوري يا طبن بارسول هاي يسوى دقيه سيقو دهانو رمي سيقارهان انت مك عود الله شيغي ورمي وي وهيدا قولت عربية نزل إي أنزل فعل إي أفعل وكل دوينه نزل وتكرير ووحصو نغضي مركا قرآن كريم كيسكم مرمى إيمانين جملة واحدة وما إيمانين وكل الدبي ونزل أعلنت كتبها كلا أنزل هل مرة اللودي وكي النبي الله موسى هل مرة توري اللودي بالله حد الله وصفه وقرأ يوغا قرآن باب اللودي بيبا بكى الله حليه والإيمان كقوات كيسو مؤمنين نمد آتهين كل انتو قوات كيسو ويمعنا يا أيها الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تأهو آمنوا رمية أو قوات كيست إيمانك بالله الله رمية والرسول رسول كيس محمد رمية والكتاب كتاب القرآن الكريم كرمية أشو عهد بيننا أشو عهدية جنسية لي عهد ذهن عهد ذكر عهد حضور انت صلوات الماما هل كان وحوي وعهد كتاب الله هذا الله يا وكتاب القرآن الكريم كأه الذي كتابك نزل الله الدجي فاعل نزل الله هو نزل الله الدجي على الرسول الرسول في سوق الدجي والكتاب كتبنا فمي عشان دم بواجين سبين النري الذي كتابك أنزل الله الدجي من قبل هو الدجي معك حيض مركا وما يكفر قفك قالوا بالله الله كقالوا وملائكته ملائكتي سنة كقالوا وكتبه كتبتي سنة كقالوا ورسوله رسوشي سنة كقالوا الدينة واليوم الآخر ما لنت قيامه ديده أو كجالبه فقد ضل ولمي ضلالا لمد بعيدا أفق ضلال بعيدا معنى ذو حوي دبدا بوصل نقل ما يقف قد ظهر كجاله وحوي يوبنا في وسواس يشكي أنت كبحي يحقق قال لماذا أبتيوي ما شان دبوا حلو شيء ملائكتي هي الرسول شيء هل كهر الرسول محمد الله شيء رسول الذي كلنا ويكون حسنان مركا وحوية كوان وحي صدق ايهين إن الله هي ملائكتي كتبتي الرسوشي قيامها الله رمي صدق إيمانك ايهين قفكم مركو آخر رمي سنيهي وحوية حمانتكم الدير هنكره وحوة البواقية وحي آخر مركو رمي سنيهي إيمانك سمال في عبو قاله وحونا أرقبوا الرمي ومن يكفر قفكي كقالوبة بالله ألا كقالوبة وملائكتي كقالوبة ملائك بما ترتين ملائكت وحالي دوا جسمي الله أوني أبورتيو روحاني ومرمر سيدة دبايشو كالي عدد دبايشو وينكو تابان وطابشادي دي ودريمي مانا قبان كرتي دعاد قبان ماه مركا ملايك تسيدي الله أو أبوري إنا دوح شيرين يهين أغاتا لربا أو الله أخدمي أو الله عاصين وكتبه كتبتي سكالوبة وحوي كتبتي إني حقه وإنا تفهمتها إني حقهم بديدين ورسولي كالوبة واليوم الآخر فقد ضل ولو من أفكاسي حقيقة هان ضلالا لمد بعيدا وفوقنا دبدا بأسه نقنه إن الذين كوا آمنوا مؤمنوا بي والنبي موسى بالمتر فمي ثم كفروا هدنا كقالوا بي أنبيادي كدما يسيوشعي كقالوا بي ثم آمنوا فمي ومر لبعض موسى أنبيادي دبوا فمي ثم كفروا عيسى هدنا كقالوا بي يا إنجيل ثم ازدادوا سياسة كفرا قال لهم النبي محمد دينا يهود بيكوه موبي سوكرا ميس لم يكن الله ألا ما أهل يغفر لهم كي أرنا في ما كواس ولا ليهديهم كي هنوننا ألا ما أهل سبيلا وضعهان ما هنوننا المعنى هو حوية قفك قال لما دي سوصان نغنقته مرنا في الدوبة مرنا في الدوبة مرنا سوصان نغنقته مرنا في الدوبة قفك سيدي عاقبة ملي إنه وسواس قبي كتوسينه وانو ملك ليكوات كيسان كرين مركا قفك النوع عاسي ما بهنونا يبا قف مرنا في الدوبة يا مرنا مسلمة يا ما برهميني مركا حاسيكم مسألة معنى هذا واسدة لكن وحال غفة صراع موسى رميين هدنا وي كقالوا بي مركا ري رميين عيسى هدنا كقالوا بي قال لماذا بيكوسي أتكيسيون إنه إلا محمد بيكقالوا بي مسألة إنه وحي تلمامة يساقفك وسواسك قبه إيه مربا لنا عنه غضي بلع بلع إن على الأذيق لهيني لقى من رجينا يا خير مسألة ساسي تلمامة إن الذين كوا آمنوا بموسى رميين إيا التوراة ثم كفروا كقالوا بي أنبياء دي كدن بيسي ثم آمنوا هذا مركا لرمي ودبوا نقض إيمانك ثم كفروا بعيسى والإنجيل كقالوا بي ثم ازدادوا سياسة كفرا قال لهم نبي الله محمد كقالوا بي لم يكن الله ألم معها ليغفر لهم كي أرضى في معها ولا ليهديهم كي هنون إنما معها سبيلا وضعها
qofka way u dhamaatay mar haduu waswaas loo yahay waxa loo yahay gaalada nimba ninku ka adkaa markuu islaamka qaatay uu kaga fiicnaaday nin asalba gaalnimada marka hore uu ku adkaystay waa raganimo waxa uu aaminsan yahay gaalnimada kaliyaba maaha waxa uu aaminsan yahay markuuna waswaas ku qabay inuu ku adkaystay raganimada ay ka mid tahay ninkaasu islaamka markuu soo galo waa ka anfacaya cumar bin khataab oo kale adeygiisi waa la ogaa marka uu isku islaami doono intuu seef soo qaatay buu nabigoo dad yar meer shirku rajil uu doonayaa inuu nabiga dilo nin baa ka hor yimid wuxuu yidhi warintaad kan ku socoto reerkiini buu islaamka ku dabamaray waa walaashi faadumo bintu lkhataab iyo ninkeedii oo ka ilmaadeedka ahayna saciid binu zaydaha zayd binu saciidaha saciid binu zayda la idhaahdo oo casharatu bashiir inta ka mid ahaa reerkiisii buu aaday isagoo seefata walaashi iyo seedigii oo inaadeerkii ah khawaab bin aragtay oo qur-aan u dhigay suuratu dah iyo waxa lamid a shanqadhiisa markii la wada khawaab baan aragtay meel lagu dhoomiyey gabadhii buu yidhi waxaad aqriyeysee muxuu ahaa way la hadashay dharbaaxo labada indhood ku dhufto dhiig buu ka sii daayay wuu naxay marka gabadhii uu ku waxay markaasuu bal sood waxaad tusay nijaas baa tahay horta soo qabaysay tihi markuu soo dahay sadabay suuratu dah oo aqriday halkii buu islaamnimada ka qaatay markuu islaamnimada qaatayba waa ka ku dhawaaqay wax la qarin karaa ma jiray cumar bin khadaab adeegiisu sidaasuu ahaa almacnaa waxaynu ka wadnaa qofka aad adag in balacbalac lexlexa lahayn markuu islaamka qaato waa ka islaamka anfacayo weyn allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala bashir u bishaaree nabiyullaahi maxamed ow almunaafiqiina munaafiqiinta waxaad ugu bishaaraysaa bianna lahum inuu u sugnaaday cadaaban cadaab aliiman oo mu'limah oo xanuujiya bishaarada inta badan khayrkaa loo isticmaalaa marka waa jeesjees u bishaaree dhib ku bishaarayso ma nidhahda inaga lafteenu khayr ku bishaaraysa la yidhi khayr weeye waa bishaaro marka inta badan waxa weeye luqada carabta waa sidaynu u isticmaalnay inaga lafteenu bishaarada waxaa loo isticmaalaa waxa wanaagsan hadda waa jeesjees waxaad ugu bishaaraysaa cadaab kululoo guba ugu bishaaray weye munaafiqiinta way edab daran yihiin weeye macnihii bashir u bishaaray almunaafiqiina munaafiqiinta baana lahum inuu usugnaaday cadaaban cadaab aliiman mu'liman oo xanuujiyo oo guba munaafiqiintu waa kuwe alladiina marka alladiinada icraab ahaan almunaafiqiinta yaynu ka sifaynaynaa alladiina kuwii weeye munaafiqiintu daan doonno mubtadaa usoo qadarayna hum alladiina waxa weeye icraabta waxoogay waa inaan ku baraarugno waxa weeye isku rakibidda carabiga icraabta mas-uulka ah in carabiga laysku rakibo oo labadii kelime isqaban kartaba laysu geeyo naxwadaa mas-uulka ah alladiina kuwa weeye yattakhiduuna ka yeeshay alkaafiriina gaalada awliyaa saaxiibo min duuni lmu'miniina mu'miniinta talla ugeeda yacni mujaawazatan lilmu'min iyagoo mu'miniinta ka tallaabay oo ka gudbay iyo gaalada saaxiibba ka yeesheen munaafiqiinta waa kuwa xamoodi munaafiqiinta waxfow waxa weeye munaafiqiintu kuwii berigii nebiga joogay un ma aha waa kuwaas weeye oo waxa weeye saaxiibbay ka yeesheen xagga mucaamalada kale waa la ogolyahay gaalada in lala mucaamalooda oo lala ganacsado oo lala sheekaysto oo waxa weeye dee wax laisweydaarsado dhib ma leh waxa weeye haddaan nabadgeliy haddii aan colaadi jirin wax dhibaata ama leh waa in diin ahaan loola xisaabtamo wey marka munaafiqiintu gaalada waxay ula xisaabtamayeen ay ugu biireen islaamkay u jaasuusayeen islaamka dhibkiisay u sheegayeenoo saaxiib kale ahayn weliba mutarabisiin bay ahaayeenoo haddii islaamku jabay inay dhabar jabiyaan bay rabaan bay ku talagashan yihiin waa mutarabisiin wey alladiina kuwa weeye munaafiqiintu yattakhiduuna ka yeesha alkaafiriina gaalada awliyaa saaxiibo min duuni lmu'miniina mu'miniinta keyrkeed marka markay gaalada saaxiib ka dhiganayaan ayabtaquuna ma waxay dalbayaan oo raadinayaan cindahum cinda alkufaar gaalada agteeda alcizata ma sharaf bay ka raadinayaan hadday gaalada sharaf ka raadinayaan gaalada sharaf ka heli mahayaan maxaa yeelay fa ina alcizata sharaftu lilahi alla utunaa jamiican dhammaan markay gaalada saaxiib la noqonayaan oo islaamka ay col la yihiin oo gaalada hoosaanu la saaxiib oo sirta islaamka gaalada u sheegayaan gaalada ma sharaf bay ka raadin iyo cizi maxay ka rabaan way u xeer dhiganayaan iyagu munaafiqiintu berigaa waxay lahayn maxamed xaaladiisu waa si kale uu jabi doonaaye qoladuna markaa yayna wax idin yeelini dee idinkaanu idinla jiray intaasi iyagu ka rabay xoolo kama rabay allah wuxuu leeyahay ayabtaquuna ma waxay ka dalbayaan ma waxay dalbayaan cindahum cinda alkufaari gaalada agteeda alciza ma sharaf bay ka dalbayaan markay saaxiib la noqonayaan hadday gaalada sharaf ka dalbayaan gaaladu sharaf ma leh agtooda sharaf laga heli maxaa yeelay fa ina alcizata lilah sharaf allay usugnaatay jamiican dhammaan waqad nazala xaqiiqa ahaana wuxuu dejiyey calaykum dushiina fi lkitaabi kitaabka qur-aanka wuxuu ku dejiyey an idaa samictum markaad maqashaan aayaati illaahi aayadaha alle yukfaru bahaa iyadoo laga gaaloobi wayustahza-u bahaa lagu jeesjeesi falaa taqcuduu hala fadhiisanina macahum macooda gaalada hala fadhiisanina
حتى يخوضوا إلى الدح جلان في حديث شيكو غير القرآن كان هاي خري وحلين وجو حيود الله ينوجو شيء قال هذا هذا الله صاحبته اللي جوبته وحط خالك كته هاي القرآن كالعايو وعلم هذا العايو اللي جوجه جيسو يطلع لك كته هاي خرينا وحال له شيء قال هذا مركب القرآن كعايو يعني عايدين يعني هلا فريسنه إلى شيكو كلا بالله ما شيكو كلا هدي بالله ما وشيكو الدنيا وحكا هدي بالله ما والسورة قال واي أرجني من أتكفى إذا ستوقر عشق إياه حتى كبرته وممكن لكن قرآن كي الدين كي يمرك عايدين إياه سداد الله فريسان وي إذن إياه وكلا تاين هذا الله فريسة تمركا وخلاص وي وقد نزل وحاد دقي عليكم دشينا وحاهوري ودقي في الكتاب كتابك أن إذا سمعتم مركات مقشان آيات الله ألا آياته سيكفر بها إياه دولة قال وبي ويستهزئ بها الوجه الجيسي كونا الله فريسانيسه فلا تقعدوها الله فريسانينا معهم كوا معوذها الله فريسانينا الدين تكجيس جيسي حتى يخضوا إلى إذن بدان ونحقل في حديث شيكو غير قرآن كانهين إنكم إذنكو إذن وقت قاعد قال دي أو جيس جيسي الله فريسانتا مثلهم يقو كلاتين دي يقو كلاتين يقو كلاتين معنى هدو حوهي والغي يبقفوا نموم يهو إيمانكو صح إيهي لكن ما الدين تلو عاي مركو فريستو حق الدنبقة إياقو كلو يهي وحوي ودنبي لوي إذن مثله وحال لشيق عمر بن عبد العزيز خليفك الشنادة إسلامك يعني من خمر عبا يؤي مدبالي وكوحا لمن كيبو مركة خمر إذا بتيا إلى هاي ينبو مريه نمبالي لنن كان لولتش وقو صومنا ويساقو لما عبيني وإياقو كلو يهي ولمري عقابتي ولمري إذن ماشا قرآن كان لقود عايدين وقرآن كان آنو فرمك لهين والدين تا إسلام كلاجوا وحشية جيو هلا فريسة نشيا هذا الله فريسة تومي يبغوا كلاتها هاي حاجة دمبيلة نمر ولا جا بتوحيد كونوا باقي كوي هاي إنكم إدينكو إذا وقت جاءت كوا الله فريسة مثلهم يبغوا كلاتهم إن الله الله سبحانه وتعالى جامع المنافقين منافقين تكي كي كل من ويجوا الكافرين قال هذا قال لماذا عديسته في جهنم كوفين جميعا لما منافقين تقال هذا صاحب لنا نقطه حاجة دينها صاحب لنا نقطه oo islaamka ka soo horjeeda oo islaamka sirtiisa faafinayo gaalada la deexanayo la qoslaya oo diin ahaan u la jira iyo gaalada gaalnimada cadeysatay ma kala duwana naarti wada galaya sida uu ogow marka kuwa kamid ha noqonoon kuwan munaafiqiinta ba ka hoosayso fiidareki asfal meesha ugu hoosaysa galayaan meesha ugu hoosaysa marka macnaha waxa la tilmaamaya munaafiqiintan afka baarkiisa idin ka maqashin oo gaalada saaxiibka la ah iya gaaladu naartum bay wada galayna ma kala xigan way marka munaafiqnimadu waa gaalnimo way inna allah la subhanahu wa ta'ala jami'ul munaafiqin wal kaafirin munaafiqinta iyo gaalada wuxuu ku kulmin oo isugu geeyay fi jahannama jami'an damaanto munaafiqintu waa kee munaafiqinti baa wali laha damaye alladina kuwa i'raabtu waa kii horo kale alladina dhikra oo kale kasifa munaafiqinta ama mubtada soo qadar hum kuwaasi alladina kuwa yatarabbasuna idin la sugayna tarabsku waxa weey qofana waxba ka tari kareen oo xoog leh oo la sugeeyso fursad aad la soo fursad baad soo bal dhibaato markay ku dhacdo yaa leedahay dhabar jabis markay dhibaato ku dhacdo hadii xoogaysto oo ay dhibaato ku dhici waydana aad iska la socotid fursad waa sida tarabsku waa waxa Soomaaliga alladina kuwa ay tarabsuna sugeeyo oo fiirsanaya bikum idinka idin la fiirsan in dhibaato dhacdo bay idin la fiirsanayaan hada waxba idinka ma tari karaan laakiin waxa idin la sugayaan dhibaatooyinka dhici doonto gaalada markay ka taagroonaato iyo xaqooda iyo ka soo safan doonaan da idinku taagroonaataan idinkaanu idin la midnaa weelayeen oo imanaya oo iskeenaya wadadan daciif oo hantabar lahayn alladina kuwa yatarabbasuna idin la sugaya idin la fiirsan bikum idinka alhalaag bay idin la fiirsan xaaladiinay u dabagalayeen fa in kaana haduu usugnaado lakum idinka fadhu furasho min allah alla hadis hadii ilaahay ganiimo iyo xoog idin siiyo iyo furasho oo fadhi alla idin siiyay qaaluhu waxay dhahayaan alamna kumiyaanaan ahayn macakum miciina soo annaga idinla tukanna ma ah miyaanaan idin la midahay war wax naga siiya wain kaana hadduu u sugnaado lilkaafiriina gaalada nasiibun sad hadduu u sugnaado gaalada guul helaan qaaluhu waxay odhanayaan alamna istaxwid miyaanaan xoojinin calaykum dushina miyaanaan idin xoojinin waa kaanu muslimiinta kala firdhinay eenu u waranwaryoonenan waxba iskama celin kartaan waa kaanu idinka sawaadkiina badinay sirtooda idin sheegnay أو نمنعكم أن إذن كم منعين من المؤمنين المؤمنين تربسكوا السدا هذه إسلامك فتحه يقول هلا وغنيمه هلا ما شرع إسسودي
waxay leeyahay wardow wax naga siiyay idinku kalaana waa ka idin la tukan jiray la ilaha illa allah baanu leenahay haday gaaladu nasiib helaan oo gaaladu maalinta ilaa waxa weeye al xarbu sijaan dagaalku hadba dhinac buu jiraa marka dambana buusha islaamka alehe miyaanaan idin xoojinin calaykum ta macnaheedu waxa weeye miyaanaan idin xoojinin oo naan sawaadkiina badinin muminiintana aanaan idin ka mancin oo dadkii gurmadkii aanaan dib u dhigin waxaa kaloo alamna istaxwiid calaykum lagu fasiraa way u faanaya alamna istaxwiid calaykum miyaanaan idinka adkaaneen haddaanu islaamka ku biiro ma waanaan idinka marka sida hore aynu ku daynaynaa insha allah fain kaana lakum hadduu idiin sugnaaday fatxun furasho aad haniimo furataan ood magaalo furataan ood khayr heshaan min allaahi alla xaggiisa hadduu idinka sugnaaday qaaluu munaafiqiintu waxay dhihi alam nakun mayaanaan ahayn macakum idinka la jirkiina warsoo idinkoo kale ma nihin war wax naga siiya jahanagana waana kane waxun baanu ku filannahay hana xoorina wain kaana hadduu usugnaaday lilkaafiriina gaal nasiibun sad hadduu usugnaado gaaladu guul helaan qaaluu waxay dhahayaan alam nastaxwid miyaanaan xoojinin calaykum dushiina miyaanaan idin taageerin oon sirtii oo dhan idiin sheegin oo waan namnackum anaa idinka manciin min almu'miniina muminiinta idinka manciin namnackumtu waxay hoos geli nafiga hore alam nastaxwid waalam namnackum waanu tasbiidina waa culaysinayo gurmadkoodii oo dhan baan kala firina waswaas baan ku beernay fallaahu allah baa yaxkumuka la xukumi baynakum dhexdiina yowma alqiyaama mu'miniinta iyo munaafiqiinta iyo gaalada allah baa qiyaamaha kala xukumi wey xukunku muxuu ku dhici allahu jaamicu lmunaafiqiina waalkaafiriina fii jahannam mu'miniintuna raaxadii loo diyaariyey bay tageen xukunka saasuu ku dhacaya fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir xukunkii waka kama dambaynta ah fallaahu allah baa yaxkumuka la xukumi baynakum dhexdiina yowma alqiyaamati walan yajcal allaahu alla uma yeelin lilkaafiriina gaalada cala almu'miniina mu'miniinta dushooda sabiilan waddo aayadda macnaheedu waxa weeye gaaladu mu'miniinta waddo ay ku xukumaan male ama xukumi karaan yacni waxaa looga jeeday adduunka marka la joogo kama adkaan karaan marmar waa dhici kartaa dee dhibaatadu inay xagga u badato islaamku uu dembi galay laakiin kama adkaan karaan wey waxa weeye muslimiintu qofku markuu muslim yahay iimaan leeyahay waxa weeye nabadgelyadiisu way sugan tahay waa suuragal in marmar la isku dhaco laakiin dadka islaamka marna la dabargoyn maayo gaaladu ma dabargoyn karaan mana baabi'in karaan kumana dhiiran karaan xurmayba waxaa laga yaaba mararka qaarkood inayba xurmeeyaan baaba dhici kartaba waa allah maamulkiisay ka mid tahay waxaa kaloo lagu fasiraa mu'miniintu gaaladu mu'miniinta waddo ay kula mid noqdaan ay jannada kula galaan ma jirta wey taana waa lagu fasiraa gaaladu mu'miniinta waddo kuma lahaa oo ma raacayaanoo meel lama gelayaan wey saddexda labada tafsiirba way soo geli karaan walan yajcal allaahu alla u yeeli mahayo uma yeelin aan idhaahdee lilkaafiriina gaalada sabiilan waddo cala almu'miniina mu'miniinta ay kaga xoog badnaadaan ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah ina almunaafiqiina munaafiqiintu yukhaadicuuna allah allay khayaanayaan macnaha waxay isku dayayaan inay alla khayaanaan wa huwa allana khaadicuhum ka khiyaanadoodaa ku ciqaabi weeye wax u eg khidaac wax u eg buu alla ku ciqaabaya bilmatal waxa weeye iyagu khiyaanaday sameeyeen waxa weeye mu'miniintana laa ilaaha illa allah bay kula joogaan si aan xoolahana looga qaadanin iyagana loo laynin gaaladana wax sirtii kale iyo xaggii kale ay kula joogaan waa khiyaana allah khidaacu meesha uga iman waxa weeye iyagoo dembigaa ku jira yuu alla daynaya anu ciqaab durba usoo dadajinayo marka inay quman yihiin bayba isla tahay ciqaabtii inay qarkay u saaran tahay qiyaamahana waa sidoo kale oo markii waxa weeye qiyaamaha munaafiqiinta iyo wixii la yimaado nuur baa marka hore meeshii imanaya nuurkii baa ka baktiyay marka iyaga nuurkoodii baa kaba nuurkii markii hore la siiyey markay nuurkii dhaha ku kala qaadaan u ka baktiyay markaasay leeyihiin war noo joogsada naqtabis min nuurikum mu'miniintii bay ku leeyihiin war noo kaadiya baabaaba udhexeeyaba raxmadi xagga she ka tahay iyagu halkii cadaabkii bay ku hadhayaan wey labada dhinacba aakharana waa la ciqaabi adduunkana waa la ciqaabay waxa weeye munaafiqiintu gaalada gaalnimada cadaysatay way kasii daran yihiin waa isku dembi oo waa isku ciqaab laakiin dee kuwan waa dad aad taqaano oo afkaad kala heshiin kartaayo waa kala tegi kartaano dee dad isku gadsoomi ma tihidin oo isdhexgelaya ina almunaafiqiina munaafiqiintu yukhaadicuuna allaha allah bay khayaanayaanoo laba wajiilayaal weeye wa huwa alana khaadicuhum waa ciqaabi khiyaanadoodu ku ciqaabi waxaa kaloo munaafiqiinta ka mida idaa qaamuu markay isu taagaan ila salaati salaada markay isu taagaan qaamuu way istaagi ku saalaa xaale ay cajisan yihiin
يرون الناس ذاتك استوسيان ولا يذكرون الله ألا محصان إلا قليلا إن يرمويان وها منافقين تنقن كذا كمدا صلاة مركوك عيان وعجزين صار ثوابك مرهبان إني ثواب لا ذهاء الله كلا حساب تمي الفر الكتاب ما من سنة مرك ذاتك استوسالين يا مرك يجو أي لب كتاب لكن أنكاه لكرين ذاتك استوسيان يي يي استاجيا ذاتك استوسالين يا مرك هل يرهدي ليه هبلواتو كذا هل يرادي لي إذا مركين الدتك اللي تشوفين مركب ما بتكنا يا بهرت وحوي أثقل الصلاة على المنافقين والصلاة الصباحية صلاة العشاء يعني لبذا سأقول علش صلاة الصبح وهي هردان مركين اللي أجاني باسون الجلا العشاء يقولها دوا وقت دم بو إن حافظه لو كلا نال مدام باسون الجلا مركب لبذا وقت اللي أجين ما تكنا يا أو قاد الدتك سويتش إذا الدتك أركيو أو قادها سيسوسين يا marka istustusku hata qofka muuminka dhabta ah ibaadadu la iimaanay istustus haday ka tahay ashirkul asghar balay wa shirki yar inaad ibaadada dadbarti aad u samaysaa hal lagu arko laakiin hadba meesha ku jirto qofku hadii uu xogay salaad laan lagu ogaa salaad laan baa lagu ogaa ni salaad yar buu aha laakiin alla darti isagoo u tukanaya haduu dadka istuso oo isumu ci way fiican tahay maxay yar tuhumadii baa meesha ka baxaysaa isagu alla dartii u tukan waa inuu dadka hortiisa ku tukado dadka oo salaadii baan u socdaa ilaahdo waa inuu u sheega muraayi ma aha kaas ee shakigu iska qaday sida sakado kale duniga xoolo leeyahay waa inuu dadka u sheegay in sakada bixinayo si aan loo dhihin ninkaas sakada ma bixdo hoos ahaan u bixiyo waa la xaman sakama bixiya alla leeyahay sidaas oo kale allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wa idha qamu markay u kacayaan munaafiqiintu ila salaati salaada qamu way kacayaan ku salaa iyagoo cajiisan يراؤون الناس ضدك استوسيان ولا يذكرون الله اللهم حسيان الا ذكرا قليلا استثناء وحين كسو يسدون يذكرون ذا مستر كذا ولا يذكرون الله الا ذكرا قليلا ذكر يرمويان زمن كان كسو يسدون وا سورا غلو ولا يذكرون الله الا زمن قليلا والزمن كان يا الله حسيان وا غورما ومرك ضدك استوسيان صلاه كو جيران ذكر غودنا ويري وحا لغا يبا الله اكبر تمويان فاتعب ان اخرين با سورا غلو لم إني وحوا صحان مرهبان ومبرهبان بوحيبا مرهبان ممكن ويني نفاتحي وحبي طونا أغرين سورة قلوي مذبذبين وين نقنقنايا بين ذلك بين النفاق والإسلام بين نقنقنايا ذبذبت وحال إلى قلقلك وهي قلقلنا يا وي مرنا هالكي آذيا ومؤمنين تبتوا لا إله إلا الله وإليه صلاة حم بيتكنايا مرة حاجة يا ذي أنا قلدي قال ذي تجاه مذبذبين ذبين وين إن عنا مرة عسنا نبي يقول حكوت المامي نفريه من أي أهل أو أري ميل ذا غي مر بكوح تجي مرة حاجة شو تجي مرة حاجة وأن من أي ذا متقال نفك من أي أري قم مثل ما أقول عدو البوا كيد مل نفك من أي مرة حاجة يا ذي مرة حاجة يا ذي مرة أري قد دون راعية منافقين تواصل هذا سكال مرة مرة عديو المرة كأي شاه لعب بكره بيسك الراعية ها مذبذبين وين نقنقنا يا بين ذلك ذلك هو حيكون عقال لماذا يسلان لماذا نحضون لا إله هؤلاء كواس حق وضماءها مؤمنين تا ولا إله هؤلاء كواس كلا قال نحن حق وضماءها وإن نحضون ذي نقل 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 بلك نفكا أريق أهو منوية وكو هدب أريق راعية كين لبدا أريق أولا حيثين بها الحقنا سورة قال مركا بلك كوان يقول مسلمين تولي سوء قادنا إسلام كيسي لبا وقادنا إن كل انتان سورة قال مهوي لا إله إلا هو كوا مؤمنين تحقوا ما هو مرة عسنا ولا إله إلا هو كوا سن حكانا مرة عسنا ومن يضلل الله قفك الله لمن أيه فلن تجد أهل ميس له قفك السبيل ودوه الميس ودع ذوق أكوان رسال ميس قف الله ضلال كحكمي أو الشيطان ضف سدي سكر تهداد يشو مهن ونكرتدوه أعددك معناها قفك منافقي وكدرينها أصل بسيدة يذب بالعقوه قفك جاهل كأهو وحباء كالعقين باكهنون لو قفك بناركتن كوانو إسلام كي ويكو بناركتن وحشي لينو يهي عقادين مركا دانوه هذا يكو أفصنايا لكن قفك جاهل كأهو مركا إسكا قلب حالا وقلب حالا يهي باليا وقلب حالا يهي مركا وحي عدو شاكت إنو قاتوا سورقا لكن قفك سهر كأقارين ودوه اللي ميسادات كوهنو نسو الله وحليه ومن يضلل الله الله قف كل مية فلن تجد أهل ميس له قفك سبيلا وضو يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي لا تتخذوها كيالنا الكافرين قال ذا أولياء صاحبها كيالنا من دون المؤمنين مؤمنين تغير كي
intaad muuminiinta saaxiibnimadooda ka tagtaan gaalada saaxiibaha ka dhiganayna diini ah aturiiduna ma waxaad doonaysaan markaad gaalada saaxiibo ka dhiganaysaan an tajcaluu inaad u yeeshaan lillaahi alle calaykum dushiina sultaanan xujo mubiinan oo cad markaad gaalada saaxiib ka dhiganaysaan ma waxaad rabtaan alla wuxuu idinku ciqaabo daliilu idinku ciqaabo inuu idiin helo alla subxaanahu watacaala raxmadiisu soo bandhigay marka haddaadan adigu raxmaddaa ka bixin alla xujadii uu kugu ciqaabi lahaa haddaad adigu keento waa inaad gaalada la saaxiibto marka ma waxaad rabtaan xujadii uu alla idinku ciqaabi lahaa inaad la timaadaan alla bilaash idiin ciqaab mahayo wey idinkoon dembi lahayn allah ma idin ciqaabayo marka waddaduu alla idinku ciqaabi lahaa ha marina wey waddada maxaa kow ka ah gaalada saaxiib diini a inaad la noqoto wey mucaamalada waxay nolin markaan dagaal jirinoo nabad la yahay mucaamalada waa la wada mucaamaloon karaa xagga diintaha kala mucaamaloonin laakin qof faasiqa qof gaala diin ahaan hawla mucaamaloon wey haddaadan dee dacwo aadan dacwo waad ula hadli kartaa daad u tagta tilaa diinta soo galood uxusho taa dhib male waa la rabaataa allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta aho laa tattakhiduu ha ka yeelanina alkaafiriina gaalada awliyaa saaxiibo ha ka yeelanin min duuni lmuminiina muminiinta keyrkeed markaad gaalada saaxiibo ka dhiganaysaan aturiiduuna ma waxaad rabtaan an tajcaluu inaad u yeeshaan lillaahi alle calaykum dusiina sultaanan xujo mubiinan oo cadu idinku ciqaabo ma saasaad rabtaan ina almunaafiqiina fi daraki lasfal war munaafiqnimadu way dhib badan tahay naarta ugu hooseysuu gelayaay sida gaalnimadiisu ay u xun tahay uu meesha ugu xun gelay ina almunaafiqiina munaafiqiintu fi daraki dabaqaday ku jiraan ala asfali oo hoose oo minan naari ah walan tajida u heli maysa lahum iyaga nasiiran kaalmana u heli maysa waxaa la yidhi naartu hoos bay u dallacdaa hoos bay u kala sarraynta naarta midaba midda ka hooseysay ka sarraysaa bilmatal jahannama u sarraysa waxa weeye waxaa ku xigtaa saqara saciira lada sidaasoo kale iyo u kala sarreeya waa toddoba dabaq dabaqa u hooseeya wuxuu kaasay munaafiqiintu geli sida gaalnimadoodu ay u xunto khabiis u tahay oy u qarsoon tahay bay meel qarsoon gelaya gaaladu dabaqaadka sare iman marmarna naarahoo dhan jahannamaa lagu tilmaamaa dabaqada ugu sarraysa culimada qaar waxay yidhaahdeen jahannamo cusaatul mu'miniin baa gelaysa waa midda ugu sarraysa marka marka dambe de way kharaabi baa leeyahy markii laga soo saaro mu'miniinta oo dhan ilan ruux mu'min aho wax iimaan ku jiro ku hari maayo ka u dambeeya markii laga soo saaro marka albaabadaa loo xidhi baa la yidhi iyad saasay culimada qaar leeyihiin allah wuxuu leeyahay ina almunaafiqiina munaafiqiintu fi daraki lasfali dabaqada hoosay ku jiraan oo min annaari naarta ah waxa weeye jannada iyada darajaa la yidhaha darajo kor bay u socotaa tanna darag baa la yidhaha walan tajida u heli maysid lahum munaafiqiinta nasiiran wax u kaalmeeya warnifaaqu waa khatar ha u qaadanin nifaaqu nifaaqu makama jirin munaafiqnimo makama jirin maxaa yeele dadku muslimiyo gaalu bay ahaayeen ile wax laga cad nifaaqa waxaa keena cabsi baa keenta munaafiqiintu waxay ka bilowdeen madiina markii dee islaamku xoogaystay yaa kuwii waswaaska qabay munaafiqnimo yay isticmaaleen marka kuwaa keliya ha moodin fil waqti alxaadir munaafiqiin baa jirtay ogow hadda lafteeda anigu waxaan isleeyahay munaafiqiinta waxaa ugu dhow hadda waxaan inta badan u sheegaa dadka aan salaada tukanin afka laa ilaaha illa allahu bay kaleeyihiin salaadana ma tukadaan anigu kuwaas hadda waxaan isleeyahay munaafiqiinta ugu horeysa waa kuwaasaan anigu isleeyahay dadkaan salaada tukanin laakiin afkaa shahaada afkana shahaadada dadku aada ka guursataan oo ku dhex jirtaan bay uga dan leeyihiin allana dee kama baqayaan qof alla ka baqaya salaad ma badayn karaba horta allah marka wuxuu leeyahay ila aladiina kuwii mooyaane alla raxmadiisu badana munaafiqii heerkaa gaarsiisnaa buu alla raxmadiisa u furayaa u ballaqaya ila aladiina kuwa mooyaane taabuu tooba keenay oo nifaaqii ka tooba keenay wa aslaxuu acmaalahum camalkoodiina wanaajiyay meeshuu camal faasida ka ahaa camal saxiixa ka dhigay wactasamuu billaah alla qabsaday oo mu'min daba noqday waakhlasuu diinahum cibaadadoodana khaalis yeelay niyo ahaan lillaahi alla u khaalis yeelay fa ulaa'ika kuwaasi maca almu'miniina mu'miniinta macooda wey qofkii munaafiqa ahaa intaasoo sano munaafiqnimo ku dhaqmayay markuu tawbo keeno oo camalkiisu saalix noqdo oo dariiqadii nabiyullaahi maxamed soo maro mu'miniintii weligood cibaadaysanaysay buu la janno gelaya kama hooseeyo waxa weeye daacadiis unbaa markaa xukunta martabadiisu waxay noqon daacadiis allah subxaanahu watacaala bal raxmadiisa dhow intaasoo sanuu munaafiq ahaayo xagga ka shaqayn jiray mar alla markuu islaamnimada soo galo kuwii weligood mu'miniinta ahaa yuu meel la gelaya oo xero la gelaya laga takoori maayo sidaa darteed meesha hadda adduunka marka la joogo qofku markuu dembi weyn galo
oo toobo keenay ku ceebayn mayno waa ka taa ahaan jirtay dhimayno waxa weeye adigu kula mid yahay marka ceebaala ma ceebti uu ka baxay oo ka toobo keenay bal sidaa wogow adduunka lagu ma ceebayn karo ruuxu wuxuu sameyn jiray illa alladina kuwa mooyay taabu toobo keenay wa aslaxu hagaajiyay ma afsadu waxay fasaadiyeen bay hagaajiyeen واعتصموا بالله الله بي قبصدين والدين تيسي قبصدين واخلصوا دينهم عبادته دي بي برح ترين نية أهان لله الله برح ترين فأولئك كوا النوع عاسه مع المؤمنين مؤمنين تمعيدوي مؤمنين دبوي كما دونا وسوف يؤتي الله الله وحسيني المؤمنين مؤمنين أجرا عظيما أجر قاويين مؤمنين تأو الله سيني بي تقيد قليا كما قد قليا والله ديهم هاي يجيكوا كما ارتبوه سيسان أجر قيب نهير هذا ما تعالى أجر قابضاً بك قيب قليلاً سوف يؤتي الله الله وحسيني المؤمنين مؤمنين تأجراً عظيماً الله سبحانه وتعالى بسلع عقل قال لنشر ما يفعل له بعذابكم إلهي عذابك إنه محوك فل إلهي مر بينه يدين عذابه إن شكرتم هداد شكردان والنعمة ألا كن شكردان ندم وحيدين نقطان شكر التوحيد كاكمينا وآمنتم أطرنا إسان محوك الله عذابك إنه كفل ألا إنه يدين عذابه وحبك هيد ماي نفع أمله وح نفعه كرب ملئ يدين عذابه وعيره يدين قبوا يدين كبار جدنا مل إنه لا يدين عذابنا واحد كردي نيسان وقيمة أمله يدينكم بيدين تنتهي وين العذاب كين مرحبا هذا إذا يدكم كل عين الله ينوي دعنا ذا مرحبا وح الله وح الله كفلي وظنه كلا يهاي عذاب كين مشيلا ما يفعل الله الله محو كفلي محو كربا ما هو هذا ترى إنسان بعذابكم عذاب كين محو الله كفلي إن شكرتم هذا النعمة إذا كنتم في هذا الموحدين نقطان أو آمنتم أترميسان الله حلو يقارنا كان الله الله هذا شاكرا كي أقبله عليم الشاكرا معنى هذا حويل ضع هذا ير أو الله تمد الله كأقبله تأقو ير الله تمد لا إله إلا الله محمد رسول الله وإنت الله كأقبله يقول الله سبحان الله والحمد لله وإنت الله كأقبله وإنت أصدر نقول الله اللهم صل على سيدنا محمد وإنت الله كأقبله وإنت أصدر نقول الله الله وشاكر إنت أقو ير عباده خالص الله كأقبله لكن عبادته غبش هديتها غبش كوحا لينا وحا عيق قريده اسكو دحشير كمارك تالله أقبالي ماهي الله ما أقبالي داد عمل حني عمل في عني وبلاي اسكو دف توحيدكو هدوقفكو خالص إياهي وحي عمله وناكسا والله أقبالي وكان الله والله هذا شاكرا كي أقبال المؤمنين تعليما أوق علمي لساسونا أقدم بالله فيا والله سبحانه وتعالى على واحد.